السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البلابل يحبون الحر، لأن بعض الأخوة دائما يسألوني عن البلبل مالي تقرم أو رجوله ما يقدر يمشي عليهم، رجلين يصابون بالإعاقة وما يقدر يمشي، يعني إذا أنت مخليه بالحر رأسا الظهر تخليه تحت السبلت. أنا ذول البلابل دائما مخليهم بالمكان هذا حار، يعني الإنسان ما يقدر يتحمل هذا المكان يقعد نص ساعة أو ساعة. فالبلابل هذا جوهم الطبيعي لأنهم يعيشون بالمناطق الحارة، فأنصح كل واحد عنده بلبل لا يخليه تحت السبلت، يخليه بمكان ظل ماكو شمس ودافي مثل بصالة يخليهم، وأبد ما يدخلهم، وضروري تخليهم يطلعون برا القفص إذا أنت مأمن المكان. الشبابيك مغلقة والبنكة المروحة مغلقة، وتطلعهم إذا تحبي تخليهم أليفين يتعودون عليك. يعني أنا أطلعهم باليوم مرتين، وجواعهم يأكلون من إيدي، يأخذون لهم دوش حمام تالي أدخلهم. بس أهم شي تراقب المكان آمن وما تسحق عليهم، خاصة البلبل إذا صار أليف يصير تحت الرجلين تسحق عليه موت رأسا ما يتحمل، فدير بالك من هاي الأمور. أكثر الأخوان يقول أن البلبل انخلع جناحه أو رجله، البلبل إذا صابته إعاقة صعب تعالجه لأنه هو طائر ضعيف جدا وما يتحمل الإصابة، دير بالك من هاي الأمور. وأنا بالقناة دائما يسألوني على اسمي بالفيسبوك، أنا ما عندي فيسبوك بس ما أخلي فيه طيور، مخلي بس للأصدقاء والعائلة. يعني ما ينفعكم إذا تدخلون بالفيسبوك، لأن ما أتكلم عن البلاول، استراحة بس للعلاقات الاجتماعية وأصدقائي. فأنا أعتذر، بس قناتي باليوتيوب، ما عندي بالفيسبوك جروب مال الطيور. اللي عنده سؤال بس بقناة نور علي 80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة للأكل أنا ما أعتمد بس على القبي أو الفواكه، ما شاء الله بالعراق الحشرات جدا كثيرة، من ضمنها الجراد. الجراد يعوض عن القبي لأن غذاء كل الصحي يحبون البلابل إذا قدر لهم، خاصة وهم جوعان. هاي الطريقة، الجراد والصراصر كل شيء، يعني ما شاء الله أنا إذا أعطيهم إياه أحس فيهم صحتهم جدا ممتازة، خاصة طيور البلابل الفراخ صغير عمرهم يحبونه. نعطيهم صحة قوية، يعني الأطفال عيال إخواني نعطيهم هاي الزجاجة أو القنينة مالت الماي، وبالليل خاصة يروحون يم الأبوية يصيدونهم للبلابل، ووجبة جدا صحية للبلابل، فما أعتمد فقط على القبي. هاي الجراد الأخضر، ما الطريقة، وجبة متكاملة.